لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموس. إذا محمد، ما هي الأسباب التي دفعت الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطوة؟ ما هي تداعياتها؟ يعني هبة، ما تحدثت به اللجنة التنسيقية لإدخال البضائع من خلال معبر كرم أبو سالم أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم بأن هناك 24 شاحنة وقود ومحروقات يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، وأن هذه الشاحنات لن تدخل إلى قطاع غزة دون إبداء أي من الأسباب التي تقف خلف هذا المنع الإسرائيلي. الأوضاع الميدانية في قطاع غزة منذ 24 أو 48 ساعة لم نستمع أبدا إلى أي خبر أو نشاهد أي خبر أو نرصد أي إطلاق لبالونات حارقة من داخل قطاع غزة كما كانت خلال الأيام السابقة. لم نشهد أي توترات على الحدود، لم نشهد أي من التوترات الأمنية. الأسباب حتى هذه اللحظة مبهمة، لا معلومات، ولكن السؤال الأهم لدى المواطن الفلسطيني الآن تأثير هذا المنع على شركة توليد الكهرباء وانقطاع ووصل التيار الكهربائي في قطاع غزة، خصوصا أنه خلال ال 24 أو 48 ساعة الأخيرة كان هناك تحسن ملحوظ في وصل وساعات وصل التيار الكهربائي في قطاع غزة في أغلب المناطق داخل القطاع، ولكن هذا القطع بالتأكيد سيؤثر على التيار الكهربائي، سيؤثر على ما تبقى من مصانع وشركات داخل قطاع غزة، إضافة إلى أنه سيشدد من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، خصوصا وأن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية عدوانه الأخير في مايو الماضي على قطاع غزة حتى هذه اللحظة هو لم يفتح أصلا معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل اعتيادي وبشكل طبيعي، بل هو قام بفتحه بشكل جزئي بإدخال بعض البضائع التي كانت أو كان المواطنين بحاجة ماسة إليها كالمواد الغذائية، دخول متقطع للمحروقات، ولكن أن يتم المنع بشكل قطعي بالتأكيد هذا سيؤثر بشكل كبير على سكان القطاع بالتحديد في موضوع التيار الكهربائي، خصوصا نحن الآن في فصل الصيف وأن هناك احتياج لتشغيل المكيفات في المنازل وفي المؤسسات، إضافة إلى أنه سيؤثر على العجلة الاقتصادية فيما تبقى كما تحدثنا في المصانع والشركات المنتجة داخل قطاع غزة. هل من ردود فعل رسمية حتى الآن محمد؟ يعني حتى هذه اللحظة لم تتحدث أي من الفصائل الفلسطينية حول هذا الموضوع وهذا المنع الإسرائيلي، ولكن يقابل كل ذلك بأن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو من يتحكم بكل شيء يدخل ويخرج من وإلى قطاع غزة، إضافة إلى أن كان هناك قبل عدة أيام تصريحات لدى الفصائل الفلسطينية بأن إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بهذا المنع والفتح المتقطع لمعبر كرم أبو سالم التجاري سيكون هناك عودة لبعض الأساليب لدى هذه الفصائل كالبالونات الحارقة، إعادة تفعيل وحدة الإرباك الليلي على الحدود الشرقية إلى قطاع غزة، ولكن هذه الوحدات لم يتم تفعيلها حتى هذه اللحظة، لذلك لا. هناك علامة استفهام كبيرة من المواطن من الفصائل حول هذا المنع الإسرائيلي وسبب هذا المنع حتى هذه اللحظة. أشكرك شكرا جزيلا من غزة مراسل الغد محمد أبو ناموس.